سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحفل الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، يطيب لنا أن نرحب بكم جميعا في حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها العاشرة في أبوظبي، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أدعو الآن الدكتور علي بن تميم الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب لإلقاء كلمته مشكورا. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم إزاء لحظة مشرقة، لحظة بهية، لحظة فارقة، مولد الجائزة قبل 10 سنوات وميلاد الرؤية، رؤية أبوظبي التي شيدت صرحا معرفيا يفي إليه العلماء والمفكرون والمبدعون والمثقفون من العالم العربي. إنها الرؤية التي تتجذر فيها الحاضر وتمتد إلى المستقبل وتؤرخ في الوقت عينه لانبثاق روح جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. الأفكار لها أجنحة تعود إلى أصحابها، هكذا تحدث ابن رشد، الشخصية التي يحتفي بها معرض أبوظبي الدولي للكتاب. ونقول للقيادة الحكيمة في أبوظبي إن الرؤية لها أجنحة تعود بها إلى فرسانها، فلم يتقدم من يريد تأخرا، ولم يتأخر من يريد تقدما. أيتها السيدات، أيها السادة، أجدني في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ المنطقة العربية أتساءل عن العلاقة بين الصورة والواقع، تساؤل ينبع من صلب راهن نعايشه ونراه وقد نختلف في تشخيصه ورسم معالمه. ذات يوم شتائي من 70ات القرن الماضي، زار الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد مبنى التلفزيون، وبعد أن تحدث مع العاملين فيه حديثا فياضا بالمحبة، عابقا بالحكمة، عامرا بالتفاؤل، توقف رحمه الله عند مقدمة برنامج تلفزيوني كان يتحدث عن الذهب الأسود قائلا: إنكم تعرضون في المقدمة صورة الغاز وهو يحترق، فكأنكم تقولون إن الإمارات تبدد الثروة التي حباها بها الله. سارع العاملون بالاعتذار معلنين أنهم سيغيرون تلك الصورة، فرد عليهم الشيخ زايد بعطف الأب وحزم القائد: ما الفائدة من تغيير الصورة إذا لم يتغير الواقع؟ لا تغير الصورة، نحن من سيغير الواقع أولا. هذا هو الدرس الذي رسخه الراحل الكبير في دولة الإمارات، معلنا منهجا نسير عليه في المصالحة بين الصورة والواقع، فلا يستقيم الظل والعود أعوج، والرائد لا يكذب أهله كما جاء في الأثر. أيها الحفل الكريم، هذا هو الدرب الذي سار عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الدعم غير المحدود للثقافة والفن والفكر، لأنها الحجر الأساس في بناء الدولة. نحن في أبو ظبي نصدر عن وعي حقيقي بأن مجابهة التحديات الكبرى تقوم على المعرفة وتتواصل بالعلم وتنهض بالثقافة وتنتهي بالاستنارة. أيتها السيدات أيها السادة، يسعدنا اليوم أن يكون بيننا إلى جوار الفائزين الكرام الأديب العالمي أمين معلوف، وهو من تقدم إبداعاته صورة تطابق تاريخيتنا وتنزلها منزلتها ولا تتعالى على الواقع، بل تعري الهويات القاتلة وتفضح زيف من يتاجرون بها. ويسرني أن أتقدم بخالص التهنئة للعلماء والمفكرين والمبدعين الفائزين، وكل ثقة أنهم سوف يستلهمون نهج الراحل الشيخ زايد في عدم التفريط بالواقع من أجل الصورة أو تشويه الصورة أمام صخرة الواقع، وأنهم يفيئون إلى ظلال السماحة والتواصل والحوار واحترام الآخر والعمل بتفان وإخلاص. ويطيب لي في الختام أن أتوجه لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حفظه الله على حضور الحفل وتكريم الفائزين، وهو من تلقى الثقافة عنده بهاءها وألقها ويعرف للثقافة فضلها، والفضل يعرفه ذووه. والشكر موصول لمجلس الأمناء الموقر والهيئة العلمية ولجان التحكيم والمكتب الإداري للجائزة. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور علي بن تميم على هذه الكلمة الطيبة. فيلم قصير يسرد قصة جائزة الشيخ زايد للكتاب احتفاء بمرور 10 سنوات على انطلاقها، فلنتابعه سويا. وإذا بنجم يلوح في الأفق من هذه الأرض، نجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. إذا تحرك زايد تحركت الدنيا وياه. زايد لم يكن واحد بيننا، إنما الأمة حين نوبي. نحن كنا وسنظل دائما نستلهم تاريخنا وننهل من سيرة أجدادنا، ونحن نلزج الحكاية التي لم تروى بعد. وهي ذات القيم التي تعمل هذه الجائزة على تخليدها. في صلب ذلك تعزيز قيمة التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب. And I want to thank from the bottom of my heart the judges and the organizers of the Sheikh Zayed Award. It is a great honor and a great delight for me to have received it. I am using to continue to do my research, so to buy books, to travel. أنا أشعر بالامتنان بالأمل في القدرة على كتابة المزيد من القصص والروايات. كان نوع من الاعتراف ومن التقدير لهيدا الفكر العربي المعاصر. فكانت لفتة ممتازة جدا من دولة الإمارات العربية. هناك من يقدر العمل ويقدر الإنتاج والتعب.
فلنحتفي بقصص الأجداد التي تقيم جسراً بين الذكرى والذاكرة، لنكن حماة إرثنا الحضاري والحاضنين لقصة شعبنا والعالم أجمع. أتمنى أن يكون إسهام أبوظبي فيها فاعلاً. أيتها الأم، أيها الأب، امسك القلم واجلس أبنائك حولك واكتب وسطر: هذا ما كان يحبه زايد. ونجمع تلك الأوراق، لا نضعها على الرفوف ولا نتغنى بها على الدفوف، وإنما نضعها في الصدور ونضعها في مقدمة الدستور. بهذا الوفاء نكون قد أوفينا الرجل حقه. وأنا بأؤمن أن العلم بدون التاريخ كن ناقص. أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي الآن أن أدعو سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للتفضل على المسرح لتسليم الفائزين جوائزهم. فرع الآداب دكتور إبراهيم عبد المجيد من مصر عن كتابه ما وراء السرد، فليتفضل مشكورا. الأستاذ دكتور سعيد يقطين من المغرب عن كتابه الفكر الأدبي العربي، فليتفضل مشكورا لاستلام جائزته. دكتور كيان أحمد حازم يحيى من العراق عن كتاب معنى المعنى، فليتفضل مشكوراً لاستلام جائزته. الدراسات العربية في اللغات الأخرى البروفيسور رشدي راشد من فرنسا عن كتاب الزوايا والمقدار، فليتفضل مشكورا.
فرع النشر والتقنيات الثقافية، فاز الدار الساقي من لبنان. فليتفضل الأستاذ أندريا كاسبار مؤسس الدار، مشكورا لاستلام الجائزة. التنمية وبناء الدولة سعادة الدكتور جمال سند السويدي من الإمارات عن كتاب السراب، فليتفضل. شخصية العام الثقافية للدورة العاشرة هي باسم الأديب العالمي أمين معلوف، فليتفضل مشكورا. بعد الشكر الجزيل العميق الصادق، كلمة واحدة في ذهني هذه الليلة من الكتب تبدأ إعادة البناء، بناء العقول والقلوب، العقول النيرة والقلوب المتآلفة، بناء الأمل، بناء الثقة بالنفس، الثقة بأن المستقبل ليس فقط للآخرين بل هو أيضا لنا، لأبنائنا وبناتنا، وهو لكل من يعشق العلم والفكر والفن والأدب، لكل من يعشق المعرفة والابتكار والإبداع، المستقبل لمن يعشق الكتب، أي لمن يعشق الحياة. الآن التقاط صورة جماعية للفائزين مع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. بن زايد آل نهيان على حضوره وتكريمه الفائزين، ونشكركم جميعا على حضوركم، على أمل أن نلتقي دائما على دروب الخير والعطاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.